طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. عميد باخره بمولاي الغازي نبيل بشركه انترشيبين. دونك هاد الناس هادو مستخدمين وبحاره نتاع شركه انترشيبين. هادي 3 شهور ما توصلوا بالاجره نتاعهم. دونك هاد النهار جاوا اجتمعوا باش يعرفوا المآل نتاع هاد لي سالير نتاعهم. دونك فاذا ما كاين حد في الشركه اللي يعطيهم الجواب. دونك الناس عندها التزامات، دونك كل واحد عنده الكرا، عنده وليدات صغار كيقرا وعنده التزامات تجاه الابناك. دونك حنا فعلا وصلنا لواحد واحد النقطه اللي يعني اش غنقول لكم، كنعاني ويمكن هما اللي موقفين دابا الشركه. ما نقدرش نقول لك بالضبط شحال العمال، ولكن ما عنديش فكره يعني على بالحق. كاين تقدر تكون داك 300 واحد ولا بحال هكا. شنو المطالب ديالكم؟ شنو كان والو، حنا هاد النهار جاوا الناس غير يستفسروا. دابا 3 شهور الشركه ما كتخلصهمش سيلونس راديو، فهمتيني؟ سيلونس راديو، حتى واحد ما كيعطيك شي جواب، حتى واحد ما كذاك. الابناك كتعيط، الناس اللي كاريين اصحاب الشقق كيقولوا لهم خصكم تخلصونا في الكرا، المدارس كتعيط. فريمون حنا في واحد المأساة. اش غنقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم، حنايا خدامين مع شركه انترشيبينغ، ودابا تقريبا 4 شهور ما خلصونا شي، وكنجيو للاداره ما كيعطيونا حتى شي راس الخيط. يعني المدير جالس، دخلنا لعندو ما داهاش فينا، ما عطانا لا وقت لا والو. يعني كيقول لك ما عندي ما نعمل، انا بدي غير جالس هنايا. ودابا تا ما عندنا ما نعملو. دابا حنا كنجيو من هنايا، يعني المستخدمين اللي موقفين دابا اكثر من 100 واحد وهو جالس، ومنهم الناس اللي كانوا في ليكيباج، يعني هذوك هما اللي بقاو ضايعين اكثر مننا حنايا. دابا حنايا الناس طونجيميد، الناس ديال الطريفه، حنا كتشوف كلشي جا اليوم من هنايا وما كاين حتى شي حاجه. الصراحه ما كيعطيوناش راس الخيط وما كيقولوا لنا والو. حنا دابا ما تخلصتوش 4 شهور، حنا ما مخلصينش 4 شهور. اليوم ملي جيتو الشركه شنو عملت معكم؟ المدير كاين هنايا ما داهاش حتى فينا، يعني بحال حنايا اصلا ما كنبانولوش. ودابا تينا كتشوف يعني كاينه اكثر من 100 اسره اللي متضرره، والناس بولادهم، الناس اللي عندهم الكرا عندهم مسؤوليه، ولكن حتى شي واحد ما كيعطيك راس الخيط. حنا كنجيو للاداره كيديها فينا حتى شي واحد، يعني تينا كتشوف كلشي جمع الوراق ديالو كلشي مشى، بقينا حنايا واقفين هنايا حتى واحد ما كيعطينا راس الخيط. المطالب ديالكم شنو؟ طيب حنا خصنا غير يعملوا معنا شي حل، المستحقات ديالنا، ما خصنا حتى شي حاجه، يعني ما كنطلبوش شي حاجه كبيره، حنا بغينا غير الحق ديالنا وصافي. دابا تينا كتشوف 4 شهور الناس متضرره، يعني اللي عندهم العواو ولا اللي عنده الكرا اللي عنده المسؤوليه. دابا حتى اللي دخلت شي شركه جديده ما غاديش، ما كنظنش غادي يخدمونا حنايا، غادي يجيبوا الخدامه ديالهم جدادين، حنايا غنبقاو متضررين. هذه تقريبا الشهر الرابع ما تخلصناش، وعندنا ظروف ماديه صعيبه مع وليداتنا ومع المؤسسات، مع البنكة، مع بزاف ديال الحوايج، وما عرفناش كيفاش غنحلوا هذه المشاكل هذه. الله يجازيكم بخير، الا كاين شي مسؤول يقدر يتدخلنا في هذه القضيه ويحلنا هذا المشكل، لان غندخلوا دابا في البروسيدور مع المحاميين ومع المحاكم، وهادشي هذا راه كيستنزفنا حنا، ما عندناش، وغادا نزيدو نصرفوا على المصاريف ديال المحامي ومصاريف ديال الترونسبور ومصاريف كذا، وعندنا وليدات وخصنا محتاجين في السينيسيس، عندنا وليدات مرض، فما عرفناش الحل شنو هو. كنتمنى يكون شي حل من المسؤولين ولا شي حاجه بحال هكا. جينا نتواصلوا اليوم مع الشركه، ما عندهم حتى شي افاده يعطيوها لنا، من غير الا عندنا شي شكايه نقدموها لهم شفويا، عاد هما يتولوا ويوصلوها للديريكتور. الديريكتور هذه واحد المده طويله ما شافش الحل، وما شافش الحل في نفس الوقت مع الناس ديال الطريفه، راه شفناها عطاهم مواعيد وما وفاش بها، فاوتوماتيكمون حتى انا ما غيوفاش بالمواعيد ديالو. فكنتمنوا ان بعد هاد الناس هادو يتحدوا باش ناخذوا الحق ديالنا،
وكنتمنوا من المسؤولين انهم يعاونونا باش ناخذوا الحق ديالنا في اقرب وقت ممكن. حنا اليوم جينا باش نطالبوا بالحق ديالنا، هادي 3 شهور وحنا ما تخلصناش، كنجيو للشركه حتى شي واحد ما كيعطينا راس الخيط، حتى شي واحد ما كيقول لنا شي حاجه، بغينا غير الحق ديالنا، كنطالبوا بالناس وبالحكومه توقف معنا اولا الباترون يدير معنا شي حل اولا يعلمونا بشي حاجه اللي جديده، شي شركه غتدخل جديده وما يخليناش هكا بلا والو. راه كاين الناس اللي ما لاقيه ما تاكل، حنا شحال وحنا مرميين في طنجة، حيدوا لينا الدار، حيدوا لينا كل شيء، هي من هوكلوك ما لاقيش حتى ما ناكلو، هذا الشيء اللي عطى الله. وتقريبا انا بحق البنات اللي حنا خدامين تبارك الله، راه اكثر من 500 خلق، كاين اللي عندهم وليداتهم، كاين بزاف. كتواصلوا مع الاداره؟ شنو كتعمل معاهم الاداره؟ فين ما كنجيو لعندهم ما كيعطيونا حتى شي حاجه، واغلبيه الاوقات كنلقاوها مشدوده.